يزف تر بالبر من الجو فقصفر وزحف يملأ البر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من متابعات قناة وصال لعاصفة الحزم. هناك أنباء ترددت عن مقتل أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع علي صالح إثر غارات جوية شنتها قوات عاصفة الحزم على مدينة عمران اليمنية، كما أيضا هناك أنباء عن قيام المقاومة الشعبية في عدن بأسر ضابط من الحرس الثوري يقود العملية العسكرية للحوثيين، وأيضا يعني قد تأكدت هذه الأنباء بأسر هذا الضابط الإيراني الموجود داخل اليمن. طبعا يعني كما في اعترافات الضابط بأن هناك من الإيرانيين يتواجدون حاليا في مناطق متفرقة من اليمن، ورجال عدن ورجال المقاومة الشعبية سيحصلوا على يعني مثل هؤلاء الذين يقودون العملية العسكرية. ويا ليت بأن الذين يدعون الوطنية في اليمن ويدعون حب اليمن أن لا يسمحوا لمثل هؤلاء بالتواجد في أرض اليمن، ولكن يعني هذا إثبات بأن إيران تعبث في أرض اليمن سنوات طوال، لكن عاصفة الحزم في أسبوعين حقيقة جعلت ما عملوه في تلك السنوات هباء منثورا بفضل الله عز وجل ثم بفضل عاصفة الحزم. أيضا هناك مصادر في المقاومة الجنوبية قالت أنها تعرفت على هوية الضابط الذي شاهدتموه قبل قليل، وتم أسره بالأمس بالمعلى يقاتل في صفوف الحوثيين وقوات المخلوع صالح المدعومين من إيران. أفادت المصادر بأن الضابط هو من الحرس الثوري الإيراني يدعى بشهبور باختياري ويحمل رتبة عسكرية في الحرس الثوري برتبة نقيب، وقد اعترف أنه عدد أيضا من الإيرانيين من الحرس الثوري متواجدين حاليا في اليمن لمساعدة قوات الحوثيين في إسقاط المحافظات وكذلك القيام بتدريبهم على السلاح المتطور، إضافة لقيامهم بعمل استخباراتي لصالح إيران. مشاهدي الكرام، الكثير يتخوف من عاصفة الحزم خصوصا من الذين في الداخل اليمني، ولكن لابد أن يكون هناك تفاؤل، ولغة هذه التفاؤل بلسان فضيلة الشيخ ناصر العمر. يجب أن نتفاؤل، بل إنني تفاؤلي يصل إلى تذكرت وأنا أكتب هذه النقاط بحديث النبي، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على الأحزاب قال الآن، هو حديث صحيح في البخاري الحديث، الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. فإذا تحقق الانتصار بإذن الله في اليمن سيتحقق بإذن الله في مواطن أخرى. أهلا وسهلا بكم جميعا، متفائلين بالنصر القريب بإذن الله عز وجل، وهذه العاصفة بحد ذاتها النصر، لولا أنها تأخرت لكان ما كان من حشد القوات العسكرية والقواعد العسكرية ضد بلاد الحرمين، ولكانت اليمن أحوازا أخرى سيتم الاستيطان فيها من قبل النظام الإيراني، وستكون فارسية حتى وإن كانت الهوية عربية. هناك أخبار يعني وصلتنا بأن الحكومة اليمنية تعلن المياه الإقليمية منطقة محظورة وتدعو إلى عدم دخولها إلا بعد إذن مسبق، وهذا بيان لوزارة الخارجية. أيضا هناك خبر بأن الحوثيون يفجرون منزل القيادي في حزب علي صالح وأمين المجلس المحلي في القفر بمحافظة إب حمود نعمان البرح. أيضا من الأخبار مقتل 8 أشخاص وإصابة
أكثر من 20 آخرين في قصف لتحالف عاصفة الحزم على مواقع وتجمعات للحوثيين في مدينة عمرة. أيضا قبائل القفر تمنع ميليشيات الحوثي وصالح من نقل التعزيزات إلى عدن. عموما هناك يعني أصوات تنادي من الخارج بإثارة البلبلة داخل اليمن وخصوصا في تعز حاليا، وهذه الأصوات يعني تدعو لبث الفرقة والفتنة بين أهل اليمن، ذلك لا تسمعوا لها. كثفوا جهودكم، ولابد أن تجتمع الصفوف لمواجهة هذا الحوثي ومن دعم الحوثي ليبقى اليمن سعيدا بإذن الله عز وجل، وتبقى الدولة هي دولة اليمن. لولا أنه ما حصل من التدخلات من الخارج من روسيا ومن إيران لما حصل يعني هذا يعني التحالف الذي يعني ينقذ اليمن من تلك التدخلات السابقة. الجميع يعني متفاعل مع عاصفة الحزم، الجميع يعلم بأن يعني هذا الشعار هو لإعلاء كلمة الله عز وجل ولدفع هؤلاء الصفويين. لذلك في اليمن وخارج اليمن الجميع يدا واحدة ضد هذا الحوثي وضد ميليشيات المعروف بعفاش. نشاهد مقطع جميل من أبناء جامعة الملك خالد بأبها في أثناء حفل التخرج، حينما يعني أعلنوا بأنهم فداء لهذا الدين ثم للوطن. أترككم مع هذا المشهد. جنود وطن إن دعاهم داعي الحزم والعزم هؤلاء نسوا الفرحة بحفل التخرج من يعني عناء الجامعة بعد 4 أو 5 سنوات، وحينما سمعوا مثل هذا النداء يعني تفاعلوا بأنهم مستعدون لمواجهة هذا المعتدي. هكذا هم شبابنا دائما يفدون أرواحهم في سبيل دينهم وفي سبيل الدفاع عن بلاد الحرمين. لله دركم أيها الشباب، لله دركم يا من وقف هذا الموقف في هذا الحفل بحضور النخب من الأكاديميين وحضور الأهالي، جعلوا
ومثلوا هذا الموقف مثالا عجيبا أثار العديد من 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 وسائل الإعلام حينما قالوا بأننا نحن مستعدون لنفدي هذا الدين ثم هذا البلد. إن مثل هذا هؤلاء الرجال مئات الأضعاف في بلاد الحرمين وكذلك من خارج بلاد الحرمين في اليمن وكذلك في بلاد العالم الإسلامي، إنهم يفدون هذا الدين بأرواحهم، إنهم لا يبالون بأي شيء إذا كان هناك اعتداء على ديننا وعلى بلادنا. هؤلاء أنموذج بسيط لآلاف النماذج بل مئات الآلاف من شبابنا في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي أحيائنا وفي مساجدنا، لله درهم على هذه المشاعر الجياشة الرائعة الجميلة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن ينصر هذا الدين ويمثل هذا الدين حق تمثيل. نعم، هذا هو الموقف أعجبني فأحببت عرضه عليكم لأنه حتما سيعجب من يشاهد ومن يتابع، وهناك الأشياء الكثيرة من خلف الكواليس لم تسلط عليها الأضواء. رسالة إلى عاصفة الحزم، نتابع. يا عبد الكريم، الناس يلعب بها الشيطان، هذا يخلف أفكاره وذا يهدم أفكاره، خذوا ساحة الشعر الحقيقي لهم ميدان، هذا تكتب يمينه وذا تكتب يساره، من العاصفة حطوا لهم نيشن وعنوان، وكل يغني لجل يطلب هالحارة سلامي عدد نون سرى بارقه عطاني زمج الرعد ويغسل القاع مطارة، على أحفاد سيف بن يزن فارس الفرسان وأبناء زيد ولبنة الدين وجداره، سلامي على أهل العلم والحلم والبرهان بختريه يسبق بحويانه ونواره، سلامي على أهل اليمن شعلة الإيمان حمى الدين الإسلامي من الهون وانصاره، سلامي على من ذكرهم ذكر في القرآن ومدحهم رسول خص الله واختاره، سلامي عليكم باسم سيف الوغى سلمان ملكنا المفدى بيرق الحق وشعاره، وهو راعي الفزة وهو المحزم المليان وهو من تمزها لليمن واحتمى جاره، سلامي على حاشد اليشبت النيران اسهوم المنايا قبضة الحق واستاره، سلامي على دعوة بكيل هل الميدان سيوف على رقاب المعادين بتاره، سلامي على دعوة عبيدة هل الحدان حرر مخالبها على الضد جسارة، سلامي على سنحان درع اليمن سنحان لهم في سنام المجد والطائل الشارة، سلامي على حزام الظفر داعية همدان هل العطف لا منه حمى واكتب أسناره، سلامي على الموت الحمر داعية خولان هل الجد وهل الحد والكر والغارة، سلامي على البيضة وحجه مع عمران وأبين وباجل وهل شب وهل الغارة وعدن والمكلة والحديدة مع سيان وصنعاء وتعزو إب والجوف وذمارة، وعلى حضرموت وأهل صعدة وأهل مران ولبه قبيلي ما عطيناه مقداره، سلامي مما تقبل الذل والحقران تسوق الرقاب وتدحر الشر واختاره، يا أهل اليمن يا مزبر العز يا الظفران بلدكم بلدكم حر الدار بقطاره، هذا وقتكم ذودوا عن العرض مهما كان وعار ابن عمي عار لو محتمي عاره، يا أهل اليمن هبوا وقصوا دنا الطهران وخلوا الرحى تطحن كما طحن كسارة، على راس من فكره يشابه الفكر إيران وتحت أمر خامنئي بدا ينشر أفكاره، عبث في البلد واركع على الجاي الطفران وعلى السنة السنة بدت تشتعل ناره، نشر فيكم الجهل ونشر فيكم الخذلان وتكرم الحاكم من عبث وتجباره، بنا مع علي صالح توافق تقول أخوان وكل على جرح اليمن يعزف وتاره، وعلي ما يهمه غير يبقى لكم سلطان على نعشكم عفاش قد دق مسماره، يقول المثل وانتوها له سالف الأزمان رحل سد مارب وانهدم واسم بفاره، فلا تحسبون ان نبي داركم تنهان نبي عزكم والعز ما يهدم جداره، نبي مجدكم الاول نشيله على العمدان ونفرح سوا ونعيد نصبه وتذكاره،
ومن خان منا لعنة الله على الخوان وعسى من سعى ينوي ردا يهتك ستاره. نبي رفعة الدين ونبي عزة الإنسان ويرجع يمنكم حر ونقوم بعماره. فلا نسمح ما صار وانتو الناجران ومن هو قصر عنكم عسى تقصر أشباره. خذاني على ما قلت للبدع والقيفان ونظم البيوت اللي من الفكر مختاره. محبة وغيره لا بخوف ولا بذعان بنيت الهدف ووضحت وزنه ومعياره. وبشركم بنصر قريب شعاعه بان نشوفه على حد اليمن تسطع انواره. لكن عدوا العدة وسووا الصفوف الآن بكل ابلج من دون عرضه خذا ثاره. وهبوا جميع ومن محدثكم البرهان ما ينسل سيفه خلف الفين غداره. وهبوا جميع ومن محدثكم البرهان ما ينسل سيفه خلف الفين غداره. وحنا لكم من الوديعة إلى جازان ما والله تقوم الخاين العهد طيارة. ولا يرتفع راسه ولا ينهض الجنحان ولا عاد تظهر في قنوات أخباره. وعسى الله يحفظكم وبسم الله الرحمن بدا داركم والحر ما يجهل أدواره. وصلوا على خير البشر من نسل عدنان عدد من سعاله في المدينة ومن زاره. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. صح لسان شاعرنا والشعراء الذين يبذلون قصائدهم في سبيل نصرة عاصفة الحزم وتشجيع الجنود وتشجيع أهل اليمن هم بحاجة لمثل هذه القصائد. ينبغي أن كل إنسان لديه طاقة في أي شيء ينصر به هذا الدين. لا يستصغر الإنسان أي عمل في سبيل نصرة هذا الدين. من الأخبار التي وصلتنا الآن بأن هناك غارة جوية جديدة لطيران التحالف تقصف تمركز للحوثيين بمنطقة المخنق بمديرية البيضاء. أيضا وصلنا يعني أنباء بأن تم تفجير منزل عضو مجلس النواب عن الدائرة 108 في محافظة إب الشيخ نعمان ابن علي ابن محمد ابن صالح من قبل ميليشيا الحوثي بعد اقتحام المنطقة اليوم. في الحديدة طيران التحالف يضرب عددا من المواقع بالحديدة مثل سلاح المهندسين شارع المطار كذلك المطار الحربي كذلك الدفاع الجوي أمام مصنع يماني كذلك معسكر الصريف كذلك معسكر الدفاع الساحلي بجوار مصنع السنابل كذلك المدرج الحربي وكذلك مخازن السلاح بالقاعدة الجوية. قواكم الله يا قوات التحالف ونسأل الله العلي العظيم أن يسدد سهامهم وأن يوفقهم وننبه على الأهالي في جميع مناطق اليمن بألا يجعلوا بيوتهم أو أسواقهم مقرا للأسلحة. هناك بعض من الحوثيين وميليشيات علي صالح يحاولون أن يخفون الأسلحة داخل هذه البيوت أو داخل هذه الأسواق. ينبغي ألا تسمح لهم تماما. وإذا حصل بأن هناك مضادات للطيران داخل مناطق السكنية ينبغي أن تغادروا أماكنكم أو أن تجتمعوا جميعا من أجل طرد هؤلاء حتى لا يصيبكم شيء من طيران التحالف. الآن أعرض لكم هذا الفيديو لأحد الحوثيين الذي اعترف بالتغيير بهم. وهذا الحوثي وهذا الشاب مثل يعني مئات الشباب. هذا النموذج مبسط وحسبنا الله ونعم الوكيل. اسمك؟ عبد الله الصالح محمد خيله. انا من محافظه القبله تابع امرا. دخل الى صنعاء تعسكر قالوا بيعسكروا سلموا لنا سلاح ورجع قالوا ما بدنا ننزل عدن قالوا احنا بيعسكرونا هنا. ونزلونا لهنيه وقالوا ان احنا نقاتل الدواعش وما فيش لا دواعش. طيب وسلمت نفسك لمن؟ لا لجان الشعبيه. ايوه الحراك الجنوبي. ايوه اللجان الشعبية. وكيف عملكم اللجان الشعبية؟ عملنا بمعاملة تمام لا عدنا ولا اي شيء. هل في دواعش في عدن؟ ما فيش. كيف وصل يعني الى فكر هذا الشاب بان هؤلاء جميعا من الدواعش؟ هذا هو الفكر الحوثي، هذا هو النظام الايراني
الذي عمل على تعبئة هذه العقول وأثرت هذه التعبئة التي حصلت في طهران لزعيم الحوثي وأزلامه وترجموها على هؤلاء الشباب هؤلاء الصبية وصوروا بأن المجتمع الذي أمامهم مجتمع كافر أو من الدواعش التكفيريين. هذا هو التصوير الذي يعتبر أنموذج يعني مبسط لما يحصل على أرض اليمن. إذن نتمنى من الحوثيين الذين انضموا لمثل هذه المعسكرات أن ينشقوا وأن يسلموا أنفسهم وأن يعلنوا بأنهم مع اللجان الشعبية. كذلك من ميليشيات علي صالح، انتبهوا، هذا الرجل الذي ورط أجدادكم، لستم أنتم، أجدادكم وآباءكم، وها أنتم الآن مع علي صالح. لو كان فيه خير لما جعل اليمن تحترق بهذه الطريقة. إذن أنقذوا أنفسكم، أنقذوا أهاليكم، لا تيتموا أطفالكم بمقاومة هذه البلدان، هؤلاء اليمنيين المساكين. سلموا أنفسكم، وجهوا سهامكم على المعتدي. علي صالح هو المعتدي، الحوثي هو المعتدي، إذن وجهوا السهام على المعتدي. والوطنيين الذين يتشدقون بالوطنية، كفاكم يعني لعبا على مجتمعاتكم. دائما هذه الأفكار الليبرالية الذي يدعي بأن الوطن والوطن والوطن وليس الدين، ونحن يعني جميعا سنقوم على حل مشكلاتنا بأنفسنا، أين الحل؟ تريدون إلى أن نجد المستوطنات في صعدة وفي عمران وفي شبوة وفي عدن وفي عمران وفي بلاد اليمن؟ المستوطنات وجدت في الأحواز وانتهى الأمر، تريدون نسخة ثانية داخل اليمن؟ إذن أنقذوا أنفسكم. وينبغي أن يكون هناك صوت موجه من زعماء القبائل وكذلك القيادات العسكرية إلى مثل هؤلاء الذين ينضمون أو ينضموا لميليشيات علي صالح وكذلك للحوثي. أيضا أدعو إلى دعم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدعوية وخصوصا على المناطق الحدودية من أجل أن تقوم بواجبها الإنساني تجاه الشعب اليمني. هناك عطشة، هناك جوعة، هناك يعني من الفقراء، لا بد أن يكون هناك دعم لمثل هذه الجمعيات وهذه المؤسسات الدعوية. أيضا هذه المؤسسات تحتاج إلى الرجال، تحتاج إلى الرجال، ينبغي انتخاب الرجال العاملين الصادقين لقيادة هذه المؤسسات والحملات الإغاثية داخل اليمن. وإذا كان هناك من ارتبط بالأعمال الحكومية يجب أن يفرغوا، لأن الشخص الذي يقوم على عمل حكومي أو عمل صباحي لا يستطيع أن يركز في عمله. فينبغي أن يكون هناك دعم لمثل هؤلاء الذين يقومون على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدعوية في سبيل إغاثة المنكوبين في داخل اليمن. كذلك ينبغي أن يكون هناك تآلف وتعاضد في سبيل إنقاذ اليمن مما فعله الحوثي وكذلك علي صالح. عموما القناة اليمن الرئيسية مهمة جدا أن تعود، لأن هناك تشويه من قبل القنوات التلفزيونية الإيرانية العربية وبعضها يمنية. قناة اليمن الحكومية الرسمية ينبغي أن تعود في أقرب وقت، لأن من يتابعها كثير، وينبغي أن تقاد هذه القناة قيادة رشيدة من أجل متابعة أحوال اليمن. أيضا هناك أمر هام، وهو بأن يعني بعض التغطيات الموجودة على أرض اليمن ينبغي أن تكون صريحة وواضحة، لأن هناك من يسعى إلى التغطيات ويعمل على تشويه مثل ما يحصل على أرض صنعاء وكذلك اليمن. أيضا هناك بعض المعرفات تعمل في تويتر وكذلك عبر الفيسبوك من أجل تشويه الحقائق، مثلا يعني أخبار عاجلة، مثلا يعني تشويه الصورة بأن
قوات التحالف تستهدف المدنيين وتستهدف مثل هؤلاء، ينبغي أن ننتبه مثل هذه الأخبار. أيضا ينبغي أن يكون هناك من رجال اليمن يتصدون لمثل هذه الإشاعات، وأيضا يرصدون الجرائم الحوثية التي يصنعونها بأهل اليمن. معي أحد يا شباب صادق من اليمن، السلام عليكم. ألو. أهلا صادق. أيوة أيوة حياك الله. أبغى أكلم يا أخي. تفضل. والله يا أخي نبغى نشارك يا أخي في قناة وصال يا أخي، نبغى ندي كلمة. تفضل تفضل. ألو. معك على الهواء مباشرة، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أخي؟ حياك الله. والله يا أخي نبغى نقول يا أخي نشكر الملك سلمان على كل ما سوى يا أخي في اتجاه اليمن. يا أخي بيض الله وجه الملك سلمان يا أخي، نبغى يطحن الرافضة هذا الحوثي الكلب. أبشر بالخير. والله يا طويل العمر يا أخي هذا الحوثي عاث في الأرض فساد، أقسم بالله يا أخي قتل الله الناس قتل الله الأطفال، هدم بيوت المسلمين. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن ينصركم يا أخي صادق. يا الله الله يوفقك يا ووصال. احنا مع عاصفة الحزم، احنا مأيدين عاصفة الحزم من اليوم لا يوم الدين. بارك الله فيك. لا ما ننتصر، نحن جميعا في سبيل الدفاع عن هذا الدين، لسنا يعني مجرد يعني السعودية ولا اليمن، نحن جميعا متآلفين ومتعاونين ضد من يعتدي على هذا الدين. شكرا لك يا أخي صادق. أحمد من السعودية. أحمد طيب، يعني نود أن نركز إلى أنه ينبغي أن يكون دور، هناك دور رئيسي للهلال الأحمر في اليمن وخصوصا في عدن، لابد أن يكون هناك دور رئيسي للهلال الأحمر، أيضا المنظمات الإغاثية الرسمية لابد على وجه السرعة، لأن هناك منكوبين نكبهم عفاش والحوثي، نسأل الله أن يجعل يعني ما فعلوه وما دبروه تدميرا عليهم، إنه على كل شيء قدير. أيضا أركز على وجود أو عودة قناة اليمن الرسمية بقيادة رشيدة حتى يعني تصنع الأخبار الصحيحة وترشد أهل اليمن إلى ما فيه الخير. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الجزء من تغطيتنا لعاصفة الحزم، إلى جزء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنود الوطن الحر انظر انحر الشر ودك البغي دكوا دكا علقم النور وكونوا في مضي يزف الجر بالكرم من الجو فتصبح وزحف يملا البر. جنود الوطن الحر انظر انحر الشر ودك البغي دكوا دكا علقم النور وكونوا في مضي يزف الجر بالكرم من الجو فتصبح وزحف يملا البر. جنود الوطن الحر انظوا وانحروا الشر ودكوا البغي دكوا دكا علقم النار وكونوا في مضي يزف الجر بالكرم من الجو فقصفر وزحف يملأ البر.